تحركات واسعة تقوم بها مصر سواء على المستوى الأفريقي أو الدولي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث تسعى مصر إلى توضيح أبعاد مفاوضات السد وشرحها على المستوى القاري أو العالمي. في هذا الإطار جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي للقاء نظيره إسماعيل عمر جيلة، حيث ناقش الرئيسان موضوعات عدة أبرزها موضوع مياه النيل، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع تأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وعلى المستوى الدولي تطرق لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن خلال زيارته للقاهرة، تطرقت لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي على وجه الخصوص للاطلاع بدور مؤثر لحل حالة تلك الأزمة، حيث جدد الوزير بلينكن التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف. أهلا بكم مشاهدي الكرام، باسمكم اسمحوا لي أن أحيي السيد رامي زهدي المتخصص في الشؤون الأفريقية تعليقا على سياق ما جاء في هذا التقرير وما عنوناه قبل هذا التقرير، هو التحركات المصرية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة. أهلا بك فندم. إلى أي مدى مصر قادرة على الذهاب في هذه الأزمة؟ أعتقد أن مصر تدير الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن بكل احترافية بكل تركيز. تملك مصر أدوات كثيرة تستخدمها بالطريقة الفعالة. لم تنكر مصر منذ بداية الأزمة حق الدولة الأثيوبية وأي دولة أفريقية في التنمية، بل أن مصر قدمت يد المساعدة لجميع الدول سواء أثيوبيا أو غيرها، ودائما ما تسعى مصر لكل يعني شيء مفيد لكل أبناء القارة، حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يهتم بصالح المواطن المصري ورفاهيته هو يعني ذلك أيضا للمواطن الأفريقي. لكن منذ بداية الأزمة أصرت مصر على إيضاح لأثيوبيا والأفريقيا والعالم أن جهود التنمية في دولة أثيوبيا لابد أن لا تؤثر على حق مصر المائي أو أن تنتقص منه، لأنه حق مشروع قانونيا ومنطقيا، وهو عملية التنمية والحياة في مصر ترتبط بالماء بكل الأشكال. سؤال يا فندم مرة تانية، قدرة مصر لحد فين في الوصول إلى حل هذه الأزمة؟ هي مصر استخدمت كل الأدوات، كانت البداية يعني التفاوض المفتوح بكل حسن نية، بينما كان هناك تعنت من الجانب الآخر مغلف بسوء نية على ما يبدو، حتى أن مصر في 23 مارس 2015 وقعت اتفاقا إطاريا كان به 10 بنود تقضي جميعها باحترام يعني خصوصية كل دولة واحترام المشروع وعدم المساس بأي من الأمن المائي لهذه الدولة ولهذه، والمساعدة على قيام المشروع طالما أن السد أسس في الأساس لتوليد طاقة كهربائية بطاقة 6000 ميجاوات. مصر بدأت بالتفاوض، بدأت بإيضاح الموقف الحق والمشروع والقانوني لجميع الدول. الآن مصر يعني تستكمل المسار، تحاول أن تصل في النهاية إلى اتفاق عادل شامل إطاري يقضي بحق أثيوبيا في توليد الكهرباء كما تشاء وأنها لازمة للتنمية. هل فرص هذا الاتفاق قائمة؟ أعتقد أنها ما زالت قائمة. مصر تقبل الوساطة ولم ترفض أي وساطة من أي قوة خارجية حاولت، وما زال الأمر أنا أفترض أنه ما زال خطط يعني هناك خط رجوع للجانب الأثيوبي، لأنه
يعني لا توجد أي منطق مبرر لهذا التعنت الأثيوبي. إذا كان السد أقيمة لتوليد الكهرباء فإن مصر لا تمانع في ذلك بما لا يؤثر على دولتي المصب، سواء أمن مائي بالنسبة للسودان أو انتقاص من حق مصر المشروع وهي 55 مليار متر مكعب سنويا لماء لمصر حصتها. طيب. احنا فندم عندنا تحركات مصرية في الفترة الأخيرة، كان منها مثلا سفير مصر في كندا التقى مع أعضاء مجلس العموم والشيوخ الكندي ومع ممثلي الأحزاب الكندية في محاولة لشرح رواية مصر ورؤيتها حول هذه الأزمة. أيضا وزير الخارجية قام بجولة في محاولة لإيضاح صورة مصر. في تقييمك إلى أي مدى تحتاج مصر في هذا التوقيت إلى إيصال صورتها، وده يفيد في إيه في أي تحرك قادم؟ يفيد كثيرا، لأن الدول اللي خارج إطار تفاصيل الموضوع لا تعلم عنه كثيرا، فربما تنتهج وجهة نظر غير صحيحة. وبالتالي وزير الخارجية المصري زار عدة دول أفريقية واختيرت بعناية، كأن يزور دولة رئيسة الاتحاد الأفريقي ثم يزور دولة مؤثرة في منطقة الغرب ودولة مؤثرة في منطقة الجنوب ودولة ذات صلة بدول حوض النيل، يشرح عدالة الموقف المصري وما تتمناه مصر، ويعبر وبدقة على أن مصر لا تريد أن تنتقص حق دولة أخرى من حقوقها في التنمية. لقاء وزير السفير المصري في كندا مع ممثلي الأحزاب ومع مؤثرين في القرار الكندي كان أمر أيضا حتمي، ويحدث كثيرا، حتى أن الرئيس بنفسه في كل يعني المناسبات والقمم يحاول دائما أن يؤكد على الحق المصري المشروع في الأمن المائي. طيب في تقييمك بعد أن تشرح مصر وإذا لم تلبي إثيوبيا، ما هو المطلوب مصريا أن يحدث على اعتبار أنه في معاد محدد إلى الملء الثاني، والأهم أنه في شائعات تنفى وتؤكد من هنا أو من هناك بأن الملء الثاني قد بدأ، ولكن لا يوجد إعلان رسمي أن هذا الملء قد بدأ، في تقييمك ما هو القادم؟ أعتقد فنيا أن الأمر ليس معني تحديدا بالملء الثاني أو الأول أو حتى بداية تشغيل السد. الأمر الذي يعني يهم مصر كثيرا هو المستقبل القريب والبعيد، لا يمكن أن تطرق المياه وهي أمن مائي بالنسبة لمصر بدون اتفاق إطاري شامل مؤكد. وبالتالي عندما يخرج رئيس الجمهورية في أكثر مناسبة ويؤكد بأن جميع الخيارات مفتوحة من أجل حسم القضية لصالح الإرادة المصرية، وهي بالمناسبة الإرادة يعني السليمة التي تضمن حق الدولة الأثيوبية وحق الدولة المصرية، عندما يصل إلي كمتلقي سواء الدول الأفريقية أو الدول المحيطة أو الدول المتابعة للموقف بأن كل الخيارات مفتوحة وأن استقرار المنطقة واستقرار الشرق الأوسط واستقرار أماكن أخرى من العالم مرتبط بحسم هذه القضية، هذا يعني بأنني كمتلقي أعلم الآن أن كل الخيارات مفتوحة من أول خيار التفاوض السلمي إلى ما بعد ذلك، طالما أن الأمر يمس حياة المواطن المصري وينتقص من أمله في حياة كريمة وفي جهود التنمية المصرية. طب كيف رصدت رد الفعل الإثيوبي؟ رد الفعل الإثيوبي متذبذب، أحيانا مفهوم أحيانا غير مفهوم، حتى أن يعني متحدث الخارجية الإثيوبية السفير دينا فقي، وهو كان سفير إثيوبيا السابق هنا في مصر والتقيت بها الحقيقة عدة مرات، هو يعني طلع في أحد القنوات الفضائية الإخبارية الشهيرة وقال إن هو ما عندوش مانع أو عندهم أمل إن هم يبيعوا المية في يوم من الأيام، بعد قبل أن يتراجع بعدها بدقائق على نفس المحطة ويقول إن هو ما عندهمش فائض ماء علشان يبيعوه. الحقيقة حتى مع قبول هذا المبدأ لو افترضنا جدلا أنه يمكن لأثيوبيا في يوم ما أن تبيع الماء، لا يمكن أن تكون المشتري مصر لأنها أيضا تمتلك الماء، فلا يمكن أن تبيع الشيء لمالكه، فنحن نتشارك جميعا، 11 دولة دول حوض النيل تتشارك جميعا في ملكية النهر، وهذا أمر يعني تقره كل الأعراف والقوانين الدولية ولا مجال أبدا للخروج عن ذلك. فأنا أفترض أن بناء سد بارتفاع 170 متر لكي يخزن 74 مليار متر مكعب على مساحة 1800 كيلو متر، يعني لا يمكن يكون ده علشان كهرباء بس، أفترض أن الأمر غير واضح وأن سوء النية يعني واضح للجميع. صحيح أنا الحقيقة يعني عاصرت في أثيوبيا انقطاع عن التيار الكهربي طوال الوقت في أرقى الأحياء وأرقى الفنادق، أنا شفت ده بنفسي وأعلم أن 60% من الشعب الأثيوبي لا تصل إليه الكهرباء على الإطلاق ويستخدم الحطب من الغابة، و40% يعاني انقطاع متكرر خلال اليوم، وأعلم أن جهود التنمية في دولة كبيرة مثل أثيوبيا متوقفة بسبب الكهرباء، لكن الأمر لا يتطلب أبدا إقامة هذا السد بهذا الحجم واحتجاز الماء أي مكان إلا إذا كان هناك سوء نية مبيتة، وسوء النية الحقيقة مرتبط بالمستقبل، لأنه الآن أثيوبيا لا ترفض أن توقع اتفاقا ملزم للجميع وتقول أنه عند الحاجة سوف تتصرف بفتح المزيد من المياه أو حل المشكلة أو في حالة الجفاف سوف تتصرف، لا يمكن أبدا للدولة المصرية أن تضع مصير الأجيال القادمة
في أمر مجهول لا تقره قوانين واتفاقيات واضحة. طيب فيما يتعلق بالمحيط الإقليمي لإثيوبيا، إلى أي مدى بترى أنه المحيط الإقليمي قابل للرواية الإثيوبية؟ يعني أنا شايف كان في زيارة قبل أمس للرئيس في جيبوتي. جيبوتي هي الميناء الرئيسي لدولة إثيوبيا، عانت كثيرا جيبوتي في علاقاتها مع إثيوبيا من عدم الوضوح في بعض الأمور، أيضا بعض الأمور السياسية، وبالتالي حركة مصر الآن علشان الرئيس بنفسه يتحرك لدولة جيبوتي، ده تحرك قيادة. الأمور في أفريقيا تحسم من القيادة، من أعلى سلطة في الدولة. قبلها عقدت مصر عدة اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع كينيا ومع رواندا ومع أوغندا. صحيح أن هذه الاتفاقات يعني تأخرت كثيرا، كان يجب أن يحدث ذلك منذ عصور فائتة. لا أستطيع الربط بين ذلك تحديدا وبين أزمة السد، لكنه أمر حتمي. مصر الآن تؤكد على أنها يعني تمتلك علاقات جيدة جدا، علاقات تعاون تفتح يديها بالعمل وبالخير لجميع دول القارة، خاصة دول حوض النيل. تبقى إثيوبيا الوحيدة الآن التي تخرج عن المسار. الأمر خطير، لأن الأمر يمس أمن وحياة المواطن في السودان بسبب السد أو انهيار السد في أي لحظة من اللحظات، بينما يمس على الطرف الآخر حياة الأمن يعني المواطن المصري والجفاف والعطش، وهو أمر لا يمكن قبوله. طب هل فندم التلويح أو الأمل اللي احنا بنرصده يمكن من وقت إلى آخر من تناثر الأخبار الشعبية على السوشيال ميديا، أنه لما بتيجي للحديث عن مثلا مناورات حماة النيل بين مصر والسودان يتم الحديث وكأن الضربة العسكرية قادمة، وأنه الجهود الدبلوماسية الحديث على حصار إثيوبيا، الفجوة ما بين التحرك المصري الرسمي المتمثل في الرئاسة والخارجية والأجهزة الأمنية والتحليل الشعبي، كيف ترى الفجوة بين الاثنين؟ هل هما في حالة تطابق ولا ده بيرى ما تقوم به الدولة من أمل أو تمني؟ يعني بدلا من تعبير تطابق اجعلنا نسميها تكامل. يا مصر دولة مؤسسات، وبالتالي كل مؤسسة تؤدي دورها في الأمن. الخارجية المصرية يعني تنتهج المسار الدبلوماسي ومسار التفاوض. بتكلم على التكامل بين أجهزة الدولة. بين أجهزة الدولة. طبعا ده مفهوم. طبعاً. أنا بتكلم هنا فندم على ما تقوم به الأجهزة، أجهزة الدولة والرصد الشعبي والطموح الشعبي فيما تقوم به الدولة. مصائر الشعوب لا تحسمها أمال يعني الأفراد في الشارع، لأن احنا جميعا في الشارع كمتلقي نتمنى كل خير لبلدنا، ونتمنى حتى الخير للدول الأخرى، لكن لا نملك المعلومة ولا نملك الفهم الاستراتيجي للأمر. وبالتالي عندما يتحدث المواطن في الشارع عن ضربة إثيوبية لأثيوبيا أو حصار أو غيره أو تفاوض أو ملء أول أو ملء ثاني، أعتقد أنها اجتهادات من الشعب الذي يعني بدافع وطني، لكن الأمر في النهاية يدار من نقطة أعلى كثيرا في الدولة المصرية ترى بوضوح. أعتقد أنك لا يعني لن تحتاج أن تخوض حربا لكي تنتصر فيها، يكفي أن تكون مستعدا طوال الوقت. ما ممكن مصر توضح لي النقطة دي فنان؟ يعني مصر دلوقتي في هذا التوقيت تقوم بمناورات عسكرية في عدة بقاع من الدنيا، يعني في الإمارات، في باكستان الكلام عن مناورات عسكرية وتعاون عسكري، في محيط البحر المتوسط، وأيضا مع السودان كأكبر مناورات عسكرية في تاريخ مصر والسودان وربما في تاريخ القارة الأفريقية على الإطلاق. هذا يعني أن مصر مستعدة لجميع الاحتمالات، لأن يعني مصر طوال الوقت تواجهها أخطار، تواجهها تحديات، وأنا أفترض أن جزء كبير من التحديات، هذه التحديات تستطيع مصر أن تنتصر بها يعني بمجرد أن يرى الآخر بأنك مستعدا تماما، وذلك ما يحدث الآن. أفترض أن مصر تمتلك من الأدوات ما تستطيع أن تحمي نفسها وتحمي الآخر حتى من نفسه، ولذلك المناورات العسكرية في السودان الآن أنا لست مع الجزم أو مع الربط بها تحديدا بأمر السد. أنا أفترض أن السد هو ملف من الملفات، الأمن في البحر المتوسط هو ملف آخر، الأمن الجوار، الأمن في منطقة الساحل والصحراء بالنسبة للدول الأفريقية أخرى، الأمن في ليبيا، كلها أمور مترابطة في دائرة واحدة. دي كلها ملفات حضرتك بترصد انه دي كلها حالة استعداد بالظبط. طيب بترى انه الحديث عن وحضرتك اشرت ليها فيما يتعلق بالدبلوماسية الرئاسية، وحضرتك قلت انه في بعض الدول بيكون التواصل الرئاسي انجع واسرع من التواصل الدبلوماسي طبعا التقليدي، ماذا يمكن ان يقدم التواصل بين مصر وجيبوتي؟ وهل هيكون صحيح لو ربطناها بشكل مباشر وعفوي بأزمة سد النهضة؟ يعني خلينا نقول أن جيبوتي دولة صغيرة من حيث المساحة، ثالث دولة من حيث المساحة في أفريقيا الأصغر، عدد سكانها أقل من مليون،
لكنها في أهم موقع استراتيجي جغرافي في القارة، تتحكم في المدخل السفلي لمضيق باب المندب، بينما تتحكم في الشمال مصر، وتطل بحدود 372 كيلو متر على الساحل البحر الأحمر وعدن، وبالتالي هي دولة مؤثرة جدا في منطقة القرن الأفريقي. عندما يتحرك الرئيس صباحا يتجه لأول زيارة لرئيس لأول زيارة في التاريخ، بالضبط أول زيارة في التاريخ، ورغم أن جيبوتي دولة صغيرة كما قلت، لكنها ذات تأثير محوري في محيطها الإقليمي، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي. وبالتالي حركة الرئيس في هذا التوقيت لمدة يوم كامل علشان يروح جيبوتي، هذا يعني أن هناك يعني أمور على طاولة التفاوض أكيد، أو يعني من المؤكد أن من بينها سد النهضة، وهو ما أعلن عنه الرئيس بنفسه في المؤتمر الختامي. هو تحدث عن حق مصر للمشروع، وتحدث عن رؤية جيبوتي وتأييدها للموقف المصري في حق مصر للمشروع في مياه. علاقة جيبوتي بإثيوبيا كيف كانت؟ العلاقة متوترة، ولكن العلاقة السبب بسبب يعني توترات حدودية بين جيبوتي وأريتريا وبين إثيوبيا من الطرف الآخر. اتهمت إثيوبيا في فترات جيبوتي بدعمها للمتمردين. الحقيقة هي إثيوبيا دولة يعني قوميات متعددة، دايما بيكون في حالات تمرد، وغالبا ما تحاول إثيوبيا يعني إلقاء اللوم على الدول على الجيران، أحيانا السودان وأحيانا جيبوتي وأحيانا إريتريا. وحضرتك يعني تتبعت العلاقات الإثيوبية، دائما بيحدث هذا المنهاج. لكن على مستوى العلاقات التجارية والعلاقات الاستراتيجية بين جيبوتي وبين إثيوبيا فهي قوية جدا، بحكم أن الميناء الوحيد لدولة حبيسة مثل إثيوبيا هي جيبوتي. خلينا نتخيل كده ان لو في قطعة عسكرية او تجارية او اي مواد صحية او تومينية جاية إثيوبيا، لازم تخش عن طريق او اريتريا، بس يعني هو الميناء الرئيسي، مش ميناء اسمرة، هو ميناء جيبوتي، هو الميناء الاكبر، وهو الميناء المؤهل لدخول اي بضائع اي منتجات لإثيوبيا. وكمان هي اريتريا بميناء اسمرة ليست بعيدة ايضا عن العلاقات المصرية، يعني هي برضو الامر. وانا كنت عايز اتوقف هنا فندم المذهب السؤال الاخير على اريتريا على وجه التحديد. ما هي اولويات اريتريا في افريقيا؟ ما هي توجهاتها؟ ما هي تحالفاتها؟ كيف تفكر هذه الدولة؟ اريتريا دولة تعاني اقتصاديا منذ فترة كبيرة، يعني تحتاج لدعم المزيد من الدعم، حتى ان هي حتى في قضية الديون، لما الرئيس حضر مؤتمر الاقتصاديات الافريقي في باريس، في جزء كبير من الديون لإريتريا على إريتريا لعدة جهات خارجية، وبتطمح بمساعدة مصر في جدولتها وعدد هيكلتها كما تطمح دول أفريقية. يعني إجمالي الدين الأفريقي يتجاوز 600 مليار دولار. في نفس الوقت في علاقات قوية جدا بين مصر وإريتريا طوال الوقت، حتى من ما قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في دايما تبادل في مجالات التدريب والخبرات، حتى ان في عدد كبير قوي من منتسبي الجيش الاريتري والجيبوتي ايضا ورجال الامن هناك هم خريجي الاكاديميات المصريه هنا، احنا بتشوفهم في حفلات التخرج وهم بيتخرجوا. ده غير طبعا وجود الازهر وبعثات الازهر، ووجود الدولتين يعني دول مرتبطه كثيرا بالازهر. فالحقيقه علاقات قويه جدا. انا هنا يعني اجبت سؤالي او على سؤالي في شق علاقه مصر باريتريا، لكن انا كان سؤالي على طموحات هذه الدوله، وقد يكون من ضمن هذا السؤال علاقه اريتريا بمصر، ولكن يبقى علاقتها باثيوبيا وعلاقتها بمحيطها الاقليمي. بتصور اريتريا بانها دوله لا توجد لها علاقه واضحه مع المحيط الجوار الخاص بها، هل ده صحيح؟ بنسبة كبيرة، لأن هي الدولة طالما أن الدولة بتعاني اقتصاديا داخليا لن تستطيع الالتفات لعلاقات خارجية جيدة. فالشعب في إريتريا هو عنده مشاكل اقتصادية، فترة الحكم هناك برضو لها علاقة بالأمر، طولت شوية مع الناس، العلاقة اوريدي متوترة، يعني بالفعل متوترة مع إثيوبيا. ولكن ليه بان أو رصد من خلال وسائل الإعلام أن هناك تحالف ما بين الدولتين، أو على الأقل ميل إريتري للرواية الإثيوبية؟ أنا لا أفترض ذلك الحقيقة. هو لا أنا بسأل. لا هو لا يعني لا يوجد ميل للرواية ضد الرواية، ربما بعض يعني على الأقل تأثيرا أن تعلن دولة يعني الحياد على الأقل تأثيرا، هذا لم يحدث، لأن التواصل بين مصر وإريتريا وبين مصر وجيبوتي أكد على الموقف المصري، لأن الموقف المصري مدعوم بالقانون وبالمواثيق وبالمعاهدات الدولية، هو ليس موقف عاطفي. أنت لا تحتاج أن تؤيد مصر لأنها مصر أو لأن بينك وبينها علاقات أو مصالح، الأمر محسوم بالقانون قبل أي شيء.
أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الأستاذ رامي زهدي، وأنت المتخصص في الشؤون الأفريقية، شكرا على هذا الحضور. شكرا موصول لكم مشاهدي الكرام، هذه نقطة ختامنا، أنا كامل حنفي أحييكم.